طيب، فرحة عارمة بافتتاح السيسي، وانت تسأل نفسك سؤال، هو ليه الطغاة في التاريخ، عبر التاريخ، بيلجأوا إلى مشاريع جامدة؟ اسأل نفسك ليه الطاغية دايما يلجأ لمشاريع زي دي؟ فنكوش كبير جدا ملوش، لا يعني دلوقتي ملوش لازمة، أو في حاجات تانية أنت أولى بيها الصرف يعني. فخليني أوريك المشروع الأول عشان الشعب يفرح معانا، لأن السيسي حقق أحلام المصريين، عمل لهم محطة تضاهي محطات أوروبا، مجهزة على أحدث طرق، فيها فنادق ومطاعم 5 نجوم. صراحة يعني الراجل مش حارمكم من حاجة، كل اللي نفسك فيها شعب السيسي بيعمله. الدليل على كلامي ده ايه؟ قابل وقعد فوق بيه، جامدة دي ولا مش جامدة؟ جامدة. طبعا عندي سؤال مهم في القصة دي، بس يعني نأجله، مش مهم دلوقتي سؤالي. هو سؤالي يخص بالقصة دي، بالحتة دي، هو ليه فرعوني، خلاص انت عملت وصرفت مليارات، يعني ليه فرعوني؟ يعني سيبك من ليه بشتيل، ده سؤال قبيح وقليل ادب ويدخلنا في جنحه وسب وقصف، انما هو السؤال خلاص، طالما انت عملت الاباحه ليه فرعوني وجايب، بص هي دي، بص اقف هنا والنبي الله يخليك، هي دي نسب المسلات؟ أم الخازوق يبقى ايه؟ دي نسب المسلات؟ هو انتوا ربنا مسلطكم علينا؟ يعني يا جماعه اعملوا انتوا عايزين تعملوه، اتكلم على الفويل، اتكلم على، لكن دي نسب المسلات؟ دي، طب دي وظيفه المسله؟ تبقى كده؟ بلاطه كده؟ طب لو احنا مش عايزين نكتب اسم الملك وانجازاته، المسله بتتعمل عشان كده. اولا ليها نسب معماريه، لانه يعني مش كل الستات زي بعض، ولا كل المسلات تترزع في اي حته، ده موضوع يعني. ليه بقى انا اعمل مسلات طالما مش هحط عليها خراطيش الملك؟ ليه؟ طب ليه يا جماعه؟ ليه بتعملوا كده فينا؟ ليه بالله عليك؟ دي نسب المسله؟ طب بلاش دي، عدي كده معلش، عدي عدي. هو عمل ايه بقى؟ عارف انت الهرم الزجاجي اللي في اللوفر؟ هو بص، هو جاب مهندس يلطش من اي حته، فلطش على فرعوني. بص اقف هنا، اقف هنا، انا عايز اعرف، طب انت عملت مثلج عرايه، اوكي، ليه تعمل لها القعده دي؟ ليه 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 القعده طالما هتبقى فاضيه؟ وحاطط على القعده 2 4 6 8 خراطيش، ما كل قعده من دول عامل عليها 8 خراطيش اهي، ليه يا جماعه؟ حد يقول لنا ليه، والله بجد ليه انت عامل للقعده للمسله قعده بالشكل ده، وكل قعده عليها 8 خراطيش، بتعمل ايه بقى؟ كمل يا بيه الله يخليك. والهرم الزجاجي بتاع اللوفر، ياه بتاع الجدع الياباني ولا الصيني ده، مش مشكله يعني، هرم زجاجي، ما احنا فرعنا بقى، ده اسانسير ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. ليه بقى؟ اهو ادي خرطشتين اهم، بتوع ايه دول بقى؟ بتوع ايه؟ وانا معلش مش عايز اتخرطوشه منهم، بس اقف هنا، انا بقى لو نازل من مثلا جلوسنا في صملوط، نازل ايه الخرطوشه دي، افهم منها ايه؟ هل فيها ارشاد لحاجه في المحطه مثلا؟ يعني مثلا شباك التذاكر يمينك قبل الحمام بدورين، بس حاجات كده يعني، ولا هو اي حاجه نحطها؟ اي حاجه، اي حاجه يا بيه، الزق وحط، ليه اصلا هنسيب القعده فاضيه؟ طب ليه عملنا القعده دي على بعض؟ مش مشكله، الراجل الباشمهندس الظابط عملها، فنسيبها فاضيه كده، ايه رايك في خرطوشه هنا وخرطوشه هنا؟ طب الخراطيش بتقول ايه؟ مش مشكله. طب ايه لازمه المسله جوه المحطه عشان ما اغلطش؟ لا مش مهم، عجبانة، هي طالعه في دماغنا كده، ما علينا، مش مشكلة. طلع الإعلام بعدها يحتفل بالإنجاز، يا جماعة إدوا الحاجة لصاحبها، أنتوا ما عندكوش مخ. أهي شوف المسلة، شوف العظمة، شوف الحلاوة،
شوف حجم المسلة، شوف النسب بتاعت المسلة، شوف وظيفة المسلة، شوف قعدة المسلة، شوف الرشاقة، شوف الحلاوة والجمال. بقى دي نسب يا بيه، ده الفرعوني ما كانش قاعد فاضي كده تحت الرعرية على فاتت عليهم شهر وربيعة فقرر يعمل مسلة. لا دي ليها نسب، ليها خامة وليها نسب وليها وظيفة. الناس مش حابة الشكل ده يعني؟ لا ده عاملاها عشان وظيفة. المسلة ليها وظيفة يا جماعة، ما تترزعش في أي حتة كده والسلام. يعني أنا تعبت بس في أول حلقة صعب.